السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكم في حلقه جديده من مطعم صبحي كبده. احنا اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت عن الكبده الكندوز وازاي تجيبيها من الجزار وازاي تعرف ان هي بلدي ولا مش بلدي وازاي تعرف ان الكبده دي سليمه ولا مش سليمه. النهارده بقى هنتكلم عن السجق البلدي اللي احنا متميزين بيه واكتر حاجه في المحل عندنا شغاله واكتر حاجه بتطلب، لان يعني جميع الزباين بتاعتنا بتحب السجق بتاعنا لانه بلدي 100%. ازاي نوريكم احنا بنعمل السجق على طريق صبحي كابر من مطعم صبحي كابر. بنجيبه ني وبننزله بنشويه طبعا، بنقطع كل صباع لوحده كده عشان يدينا شكل احسن. بنديله سنة زيت بعد ما ننزله عشان يتحمر. طبعا بنقلبه من تحت عشان خاطر ما يتكسرش، لان السجق حساس قوي في التسويه بتاعته. اول ما بنحس ان قرب كده على التسويه بنديله شويه في الالوان عشان يتحمروا معاه مع زيت حاجه بسيطه. مع شويه بلدي. كده هو دخل على السوا خالص، استوى. بنديله بقى طماطم من المشويه اللي احنا بنشويها على الجريل هنا. طبعا الطماطم دي بنقطعها وبنشويها على الجريل وبنديلها تومه حاجه بسيطه مع فلفل اصفر برده وملح وشويه عطاره بسيطه. نديلها زيت على كده. طبعا التوابل الاساسيه بتاعتنا الملح بس بنديلها حاجه بسيطه جدا والفلفل الاسمر، لان الطماطم واخده عطاره والسجق الفرن بتاعته واخده عطاره. يديله تقليبه مع الطماطم كده والخلطه السحريه بتاعت صبحي كابر. نديها طبعا حاجه بسيطه. طبعا احنا بندي زيت كميات قليله جدا. بعد كده بنرفعه في الطبق الجميل. فبيدينا الشكل الجميل ده. وبكده انتهت حلقتنا وانتهى السجق بتاعنا على طريق صبحي كابر.